السلام عليكم. وعاش الملك. وعاش الملك. حقوقي حقوقي تمر في عروقي لن انسى ولو اهدموني. حقوقي حقوقي تمر في عروقي لن انسى ولو اهدموني. ما اضطرينا باش نوقفوا هذه الوقفه احتجاجيه امام ولايه الدار البيضاء كوصيه على القطاع ديال سياره الاجره بصنفيه للخروقات اللي خارجه من عند بعض الشركات النقل السياحي. انا لا اعمم بعض شركات النقل السياحي اللي هما ما تيطبقوش القوانين اللي جات في دفتر التحملات ولا في المذكرات الوزاريه الخاصه بنشاط النقل السياحي. فاللي بغيت ناكد للراي العام للناس كلها بانه هذا النقل السياحي راه اسمه على مسمى، فهو نقل موسمي ما عندوش الحق يدخل في الخانه ديال النقل العمومي. هذه اولا. ثانيا البلاد راه غدا بمؤسساتها كل حاجه عندها قوانين ضوابط ديالها في التشريع. راه ما يمكنش هاد الناس يكون ضايعين في هذا الحق ديالهم والدوله غادي تشوفهم وغادي تسكت. ما يمكنش. كندافعوا على حقنا اللي بغاو يديو لنا الناس ديال وزاره ديال النقل السياحي. النقل السياحي اللي كتحمل فيه المسؤوليه وزاره النقل اللي ما كتطبقش القانون على هذوك الناس اللي بركه كتفرق في الكريم ديال هذوك داك ديال هذا القطاع هذا كتفرقهم بالليل وبالنهار. ما كاينش واحد سند قانوني عند اي واحد في هذوك الناس اللي واقفين دابا كيهضروا وكياخذوا 4 الكريم 5 ديال الكريم ودير لادريس ديال الدار ديالو. خصو اولا قبل ما ياخذ الكريمه خصو باركينغ فين يحط هذوك السيارات. خص تكون عنده وكاله اصفار. خصو يكونوا عنده سائحين بالجمله عاد باش نعطيو هذوك الكريم. هذوك كيجيو كياخذوا ترخيص ديال رخصه كيشدها كيمشي يكريها ب 60 فرنك 70 فرنك. الرخصة ديال مراكش كتخدم في الدار البيضاء، الرخصة ديال فاس كتخدم في الدار البيضاء، الرخصة ديال العيون كتخدم في الدار البيضاء. عدم الاحترام نقطة الديبار ديالهم هنا كاين خلل وكاين فساد اللي كتحمل المسؤولية ديالو هي وزارة النقل. احنا اليوم بصدد تنظيم وقفه احتجاجيه هنا قدام ولايه جهه الدار البيضاء الكبرى، لانه هذا القطاع ديال النقل السياحي مؤخرا في هذه 4 سنوات الاخيره ولا كيلقى مجموعه ديال الصعوبات من ناحيه لا من جهه السلطات الامنيه ولا من جهه المهم طاكسيات. ولينا عندنا عراقيل انه حنايا شركات منظمه عندنا كيتشارج اللي كنطبقوه اللي مصادق من طرف وزاره السياحه ووزاره النقل والتجهيز وبتبريك من وزاره الداخليه. واليوم حنايا واقفين علاش؟ لانه مولين طاكسيات ولاو كيديروا لنا عرقله كبيره امام الفنادق المصنفه على مدينه خاصه في مدينه الدار البيضاء وقدام الموانئ وفي المطار. هاد الناس ديال الطاكسيات ولاو كيجيو كيتعسفوا كيبراكيو لنا السيارات ديالنا. وبتواطؤ مع رجال الامن وانا كتحمل مسؤوليتي اللي كاين رجال الامن اللي كيتواطؤوا معاهم كيجيو تيهزوا لنا الطوموبيلات ديالنا الفوريان بكل بدون وجه حق. وحنايا اليوم كما تيقولوا باللغه العربيه لقد وصل السيل الزوبه. جينا اليوم وقفنا قدام ولي الامن الدار البيضاء باش نطالبوا بحقوق ديالنا. وحنا اليوم الناس جاونا من جميع نقاط التراب الوطني، جاو من زاكوره، مرزوقه، مراكش، اكادير، صويره، كازا، الرباط ومدن اخرى اللي فيها مدن سياحيه كاسفي. وجاو اليوم تا هما يحن انهم تا هما كيوقعوا نفس المشكل.